ليلى محمد علي كلاي، مواليد سنة 77 في ميامي بيتش، وهي بنت أسطورة الملاكمة محمد علي من مرته الثالثة. بفترة المراهقة كان لها مشاكل كتير، وقضت فترة بمركز تأهيل لتطلع منه وتدرس وتاخد شهادة بإدارة الأعمال. اشتغلت فترة بصالون أظافر لتفتح واحد إلها بعدين، وبعد فترة بلش اهتمامها بالملاكمة بعد قتال حضرته، وبدت تدريباتها مع إنه أبوها كان معترض على دخولها لهالعالم. مسيرتها الاحترافية بلشت بال2001 وحققت نجاحات، ألقاب وإنجازات كبيرة. اتجوزت مرتين، الأولى من منظم قتالات ملاكمة والثانية من لاعب كرة قدم معتزل، وبالإضافة للملاكمة كانت مقدمة فقرات لياقة بدنية، شاركت ببرنامج Dancing with the Stars، قدمت برنامج American Gladiators مع هالك هوغن، وكمان هي رئيسة اتحاد الرياضة النسوية. أما لو كانت عنا ليلى محمد علي كلاي، بنت محمد علي كلاي أسطورة البوديجاردية واللي حكينا عنه قبل هيك. ليلى بنته من مرته الثالثة والثالثة نابتة وابن الوز عوام. بفترة المراهقة كان لها مشاكل كثير وقضتها إصلاحيات. لما طلعت الوالد شاف فيها شبابه والولد اللي ما جابوه نسوانه الثلاث، وحقق فيها حلم الابن، طلعها من المدرسة وبدل الشهادة علمها إدارة الزعران. اشتغلت بالحراسات مع أبوها، وبعديها فتحت شركة صغيرة للحراسات والبوديجاردية، وبعد فترة بلش اهتمامها بالملاكمة بعد هوش عملتها مع واحد من الموظفين، وطبعا الحج كلاي دربها. مسيرتها الاحترافية بلشت بال2001 لما أخذت توكيل حراسات شركة، وربنا تاب عليها من حراسات النوادي الليلية. اتجوزت مرتين، الأولى من منظم قتالات شوارع والثانية من بوديجارد معتزل. غير الشركة عندها جم الأسرة للسيدات، فتحته على سطح البيت، ورأي المثل ما يجيبها إلا نسوانها.